متى تبدأ العشر؟ العشر تبدأ بغروب شمس يوم العشرين، يعني إن شاء الله تعالى بخصوص هذه السنة تبدأ العشر الفضيلة بغروب شمس هذا اليوم. فمن كان راغبا في الاعتكاف فإن في اعتكاف العشر فإن السنة أن يعتكف من غروب الشمس شمس هذا اليوم إلى أن ينقضي الشهر، إما بالتمام وإما بإعلان رؤية الهلال. هذا ما يتعلق بمدة العشر ابتداء وانتهاء. أما ما يتعلق بالعمل الصالح في هذه العشر، فالعمل الصالح في هذه العشر متنوع، ومن خصائصه إن صح التعبير من خصائص العشر الاعتكاف، وإلا فالصيام والقيام هو من أعمال سائر الشهر، لكن هناك خاصية في القيام وهناك خاصية في الاعتكاف لهذه العشر، فإن هذه العشر هي محل الاعتكاف، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في غيرها إلا قضاء. وأما الاعتكاف المشروع المبتدأ المسنون المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه العشر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه من بعده. فهذه هي السنة الدائمة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم.